دير الزور 29/4/2014. تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من المطار العسكري بدير الزور جراء انفجار أحد خطوط النفط إثر استهدافها للمرة الخامسة على التوالي بقذيفة مدفعية أو هاون من قبل قوات النظام. وكما تشاهدون الدخان المتصاعد جراء اشتعال هذا الخط بعد انفجاره. طبعا كما ذكرت هذه المرة الرابعة أو الخامسة تقوم قوات النظام باستهداف هذا الخط، طبعا الخط محاذي لمطار دير الزور العسكري. استكمالا لخراب ودمار البنية التحتية للمحافظة وسياسة النظام التي يتبعها، شاهدوا هذا الدخان المتصاعد جراء انفجار أحد خطوط النفط المحاذية لمطار دير الزور العسكري. دير الزور 29/4/2014.